يلا أنا دوري أغني أهو. استخبي بقى في مكان حلو، مش كل مرة ألاقيكي بسرعة. واحد اتنين تلاتة. استخبى ورا ألعابي؟ لأ، هتلاقيني بسرعة. طب استخبى ورا المخدة دي؟ برضو هتلاقيني بسرعة. خلاص جالي فكرة، استخبى فوق سريري. 9 10. خلصت يا رؤى، أنا جاية هنا؟ لا مفيش حاجة. طب على السرير هنا؟ برضو لا. فينك يا رؤى؟ مستخبية فين؟ اوعي تكوني مستخبية في سريرك زي كل مرة. لقيتك. يوه يا منة، كل مرة تلاقيني بالسرعة دي، انا زهقت قوي. انت اللي دايما بتستخبي في نفس المكان، استخبي في اماكن جديدة. خلاص اخر مرة، اخر مرة تغمي. بس ده دوري يا رؤى، انت اللي مفروض تغمي. اخر مرة لو سمحتي. ماشي هديكي فرصة تانية، بس لو لقيتك بسرعة هلعب دورين ورا بعض. يلا 1 2 3 4. خلاويص. لسه ما استخبتش. استخبى فين؟ استخبى فين؟ لازم يكون مكان ما تعرفش تلاقيني فيه ابدا. استخبى هنا؟ لا مش هقضي. خلاص انا جاتلي فكرة، احسن حاجة استخبى جوه التلاجة. خلاص كويس ان انا كفيت، هقفل التلاجة. انا هسيب الباب مردود شوية عشان اعرف اطلع. مستحيل رؤى تعرف مكاني ابدا. يا نهار ابيض، انا بقالي كتير بلعب، انا عطشان قوي. اما اروح اشوف حاجة اشربها. ده مفيش مية، هروح املى الكوباية من الحنفية. التلاجة مفتوح، اكيد دي رؤى. هروح اقفل باب التلاجة لان ماما قالت ما ينفعش نسيب باب التلاجة مفتوح. ايه ده، التلاجة ما بتفتحش ليه؟ انا شكلي اتحبست. حد يساعدني، ساعدوني ساعدوني. رؤى فينك؟ انا بقالي كتير قوي بدور. اطلعي يا رؤى، انت كسبتي خلاص، اطلعي. شكلها استخبت في مكان حلو قوي المره دي، انا مش لاقيها في حته. انا هروح اشوفها في الاوضه التانيه. رؤى انت فين؟ انت فين؟ يمكن تكون مستخبيه تحت الكنبه. لا مش موجوده. عمر نعم يا منة، في ايه؟ شفت رؤى في حتة؟ انا دورت عليها في كل مكان ومش لاقيها. هتلاقيها بتاكل ولا في الحمام، ما تدوري عليها. لأ احنا كنا بنلعب لعبة وبعدين فجأة اختفت. دوري عليها بس وهتلاقيها، سيبيني اكمل اللعبة. ازيكوا يا ولاد، عاملين ايه؟ احنا كويسين يا ماما، انا لسه راجعة من الشغل حالا. ماما نعم يا حبيبتي، عايزة ايه؟ شفتي رؤى وحضرتك داخلة مستخبية في اي حتة؟ لا ما شفتهاش. انتوا بتلعبوا برضو استغماية؟ انتي مش لاقياها ولا ايه؟ دورتي عليها في اوضتكم كويس؟ دورت في كل حتة ومش لاقياها. ماما هتطبخينا ايه النهاردة؟ انا جعان قوي. هطبخ لكم مكرونة بالبشاميل. شكرا يا ماما قوي، وانا هروح ادور على رؤى. وانا كمان هكمل لعب. انا هعمل لهم مكرونه ياكلوا صوابعهم وراها. كده طلعت المكرونه والدقيق، ناقصني ايه؟ ناقصني الحليب، لما اروح اجيبه من الثلاجه. ايه ده رؤى، بتعملي ايه في الثلاجه؟ ماما انا بردانة قوي. ايه اللي دخلك في التلاجة يا رؤى؟ كنت بتعملي ايه جوه؟
أنا كنت مستخبية من منة في التلاجة، وبعدين في حد قفل التلاجة عليا. في حد يستخبى في التلاجة يا رؤى؟ تعالي اتفضلي، يلا نغير هدومنا وعمل لك حاجة سخنة. ايه ده؟ ايه ده رؤى؟ انت كنت مستخبية فين كل ده؟ في حد قفل عليا التلاجة وحبسني فيها. منة اتصلي بأبوكي بسرعة يجيب لنا خضار وحاجة الشوربة علشان نعمل لها أي حاجة سخنة تشربها. حاضر يا ماما. ألو يا بابا، رؤى عيانة ومحتاجين حاجات الشوربة ضروري. هات يا بابا معاك طماطم وبصل وفلفل. ايه يا رؤى، بقيتي احسن بعد ما استحمينا بالمية السخنة وغيرنا هدومنا؟ بس لسه بردانة شوية يا ماما. مش مهم، احنا دلوقتي هنعمل شوربة وتدفيكي يا حبيبتي. بس انا عايزة اعرف مين اللي قفل عليك التلاجة؟ انا يا ماما اللي قفلت عليها التلاجة، ما كنتش عارف ان رؤى جوه. انت مش غلطان، رؤى اللي غلطانة انها استخبت جوه التلاجة. ما تعمليش تاني كده يا رؤى. خلاص يا ماما، انا اتعلمت من غلطتي. لو سمحت، لو سمحت، محتاج مساعدتك هنا. عايز انقي شوية خضار اعمل بيه شوربة. ايوة عندي، ثانية واحدة. لو سمحت عايز فلفل وبصل وطماطم وممكن كمان جزر. ثانية واحدة، هلف الحاجة وهتكون عندك جاهزة. شكرا، مع السلامة. انا جبت الحاجة اهو. انت كويسة يا رؤى؟ ايوة يا بابا كويسة، بس جيلي شوية برد. حد يدخل في التلاجة يا رؤى؟ انا هدخل الخضار ده بسرعة لمنة. خلاص يا رؤى، عملتلك الشوربة، اشربيها بسرعة قبل ما تبرد. بس انا مش قادرة اشرب شوربة. لازم يا رؤى الشوربة السخنة علشان البرد يروح. طيب ماشي، خلاص هشربها. صبت لك شوية اهو. شكرا يا منة، هشربها اهو. طعمه حلو قوي، والخضار كمان. ايوه، ما الخضار اللي جابه ابوكي طازة. خلاص انا اتعلمت حاجة، عمري ما استخبى في التلاجة تاني. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وما تنسوش الشير. باي باي.